المشاهدين، حيث أكد خبراء اقتصاديون أن اتجاه الحكومة المصرية إلى تعويم الجنيه أمر كارثي يتسبب بعواقب سلبية على الاقتصاد المصري. معي لمناقشة هذا الموضوع الاستشاري الاقتصادي المصري دكتور زكريا مطر. دكتور زكريا مطر، نرحب بك في هذه الحلقة من أضواء على الأحداث. تعويم الجنيه، في البداية يعني لو تشرح لنا ما المقصود بتعويم الجنيه، وما الذي دفع الحكومة أو أي حكومة مثلا لتعويم عملتها؟ تعويم الجنيه المصري هو المقصود به أن أنت بتتركه في السوق لظروف العرض والطلب، يعني بتتركه يتحدد سعره حسب ظروف السوق، حسب كمية المعروض من الدولارات وحسب كمية المطلوب. لكن عملية التعويم تتطلب شروط معينة. يعني ما هي الشروط التي تتطلبها عملية التعويم، وهل تنطبق على الحالة المصرية؟ الحالة المصرية بائسة يا جمال، والمشكلة أنها أسوأ مما يذكر في البيانات الرسمية المضللة، لأنهم بيكذبوا، وبيطلع فتاح السيسي يكذب، يعني يكذب بفجر أمام الناس، عيب عليه. وأنا هأثبت لك الكذب ده. أولا لابد، كما قال طارق عامر اللي هو محافظ البنك المركزي الذي يدير السياسة النقدية في مصر، زي ما كان عمه عبد الحكيم عامر بيدير الجيش أيام نكسة 67. النقطة، هو قال إن علشان نعوم الجنيه لازم يكون في احتياطي نقدي في حدود 25 إلى 30 مليار دولار موجودين في البنك، واخد بال سعادتك، على أساس إن الدولة إذا هوى الجنيه، لأن أنت عارف النهاردة إن الجنيه سعره الرسمي يعني 3.8، يعني 8.88، حوالي 9 جنيه، وسعره في السوق السوداء يصل، عدى امبارح 13 جنيه، يمكن وصل 13 وربع، جايز اكثر شويه، واخد يعني لا يوجد طلب على الجنيه. يعني هل التعويم سيزيد انهيار الجنيه المصري، مما يتبعه موجود ارتفاع تكلفه الواردات والسلع؟ لا، هو الطلب موجود لكن العرض هو اللي مش موجود. يعني انت عندك منطق عجيب جدا يا جمال. وارداتنا كما ذكر طارق عامر 90 مليار دولار. الصادرات تهاوت من عام الثورة 2011 من 30 مليار صادرات سلعية إلى الآن حوالي 16. شوف الفجوة في الميزان التجاري من 16 إلى 90. من 16 مليار صادرات إلى 90. ده الفرق كله في الميزان التجاري. من المتسبب في ذلك؟ ان احنا نصبح دولة مستهلكة ومستوردة لأكثر من 75% من غذائها. فانت عندك طلب على الدولار لكن ما فيش عرض، لان المصادر التقليدية للدولار اللي احنا بنقول عليها، اللي هو صرف عليها قناة السويس، اللي صرف عليها فريد عصر وأوانه عبد الفتاح السيسي، صرف عليها بالفوائد بكل 104 مليار وبتجيب أقل، ده تقريرهم. طيب إذا دكتور زكريا، لماذا لجأت الحكومة المصرية، لماذا لجأوا إلى هذا الإجراء إذا كان يضر الاقتصاد المصري؟ ماذا كان هدفهم؟ لأنه هو الموجود الآن أنه هم في السياسات الطائشة والمستهترة. وفي الحقيقة أنا ما فيش سياسات يا جمال. إحنا عندنا سياسات متعارضة، سياسات نقدية متعارضة مع السياسات المالية، ولا توجد سياسات. كل السياسات في مصر تفصل على مقاسات عبد الفتاح السيسي الذي لا يعرف سياسات. أصبح عندنا نظريات سيساوية اقتصادية، ونظريات سيساوية اجتماعية، ونظريات سيساوية في الديمقراطية، بيفصلها على مقاسه. الراجل بيطلع يتكلم، يمسك الميكروفون ويقول أي كلام، وهم يبتدوا بقى يعملوا السياسات على كده. وإن كنت عاوز أضرب لك أمثلة وقتك يسمح أضرب لك. طيب، لما طلع في نوفمبر اللي فات وقال لك إن إحنا الأسعار هنخفضها، وطلعت بومبا، وقال في ديسمبر، وقال في أبريل، وبعدين طلع استفزني يا جمال وهو طالع في من يومين يقول كلام والله ما يقوله حد مبتدئ، إما أنهم حفظوه ومعرفش يتكلم، أو أنه كان كل شيء، إما يطلع يقول لك أن إحنا هنخفض الأسعار مهما يكون سعر الدولار.
وما معنى هذا الكلام أمام تعويم الجنيه؟ أنت قلت في بداية كلامك أنه التعويم سينعكس سلبا على الأسعار، سيزيد الأسعار، فكيف سيحافظ السيسي على انخفاض الأسعار مع تعويم الجنيه؟ ما أنا بسأله، يعني أنت النهاردة بتستورد 90 مليار دولار، متفق معايا يا جمال؟ لما أنت الجنيه يتدهور بمقدار، يعني سعر الجنيه يتدهور بمقدار جنيه، هو النهاردة من 9 جنيه إلى 13 4 جنيه، كل جنيه بيتدهور في قيمة الجنيه يعني معناها 90 مليار جنيه، فأنت في 4 جنيه في السوق الموازية لو هو هيعوم السعر ويوصل السعر الرسمي إلى 13 جنيه يعني 360 مليار جنيه زيادة. طيب حسبة واضحة جدا دكتور زكريا. الآن السؤال التالي دكتور زكريا، يعني هذا الاتجاه في الانهيار الاقتصادي في مصر إلى أين سيصل؟ من أين ستأتي حكومة عبد الفتاح السيسي بهذه الأموال لتعوض تلك الخسارة؟ تسمح أنا، هو دايما عبد الفتاح السيسي رجل كذاب وبيحمل الشعب كل حاجة، أما يطلع ما يسمى رئيس جمهورية مصر يا جمال وقول لك ان احنا الفلوس اللي هي النقود المتداوله السيوله زادت 200 مليار منهم زياده في الاجور 150 مليار، كيف يكذب هذا الرجل بهذه الفجاجه؟ يا اخي الاجور كانت العام الماضي يا جمال 218 اللي قبليه 212 مليار جنيه، ان السنه دي 228 ده المخطط، يعني زادت من العام اللي قبل ده الى العام الماضي 6 مليار، والعام ده اللي هو الماضي الى العام ده 10 مليار، جاب منين 150 مليار؟ كيف يكسب هذا الرجل؟ هذا الرجل لا يفهم ما معنى ركود تضخمي، ان انت يبقى عندك زياده في النقود المتداوله او التضخم ويكون عندك طيب. ركود ما يعرف. سؤالي الاخير لك دكتور زكريا مطر، السؤال الاخير الان، مكانة مصر الاقتصادية في العالم والوضع الاقتصادي المستقبلي برأيك مع هذا القرار بتعويم الجنيه، هل سيشجع أي مستثمر كان ربما يفكر في الاستثمار في مصر أو حتى قطاع السياحة المتدهور؟ هل ستعيد شركات السياحة وشركات الطيران التي قاطعت حكومة السيسي، هل ستعيد فتح خطوطها مع النظام المصري بعد هذا القرار؟ يا جمال احنا بنقول الموقف صعب، يعني انت كي ال ام اعلنت ان هي من 8 يناير ستوقف رحلاتها لان احنا مش قادرين نسدد 250 مليون دولار مستحقات شركات الطيران الاجنبيه، عندنا ديون للبترول، احنا الدين الخارجي يا جمال بيعلنوه 53.4 مليار دولار 53.4 كذابين، الدين الخارجي الان وانا على برنامجك اتحدى حد يطلع يرد عليا اكتر من 150 مليار دولار، القرض الروسي والقرض السعودي وقرض البنك الدولي وقرض صندوق النقد الدولي وقرض بنك التنميه الافريقي وقروض التسليح وقروض سيمنز غير مذكوره فيها الديون الخارجيه 150 مليار، كيف ياتي مستورد وانت عندك الدين الخارجي او الديون العامه بتاعت مصر 140% من الناتج القومي، كل مصري على قلبه 45 الف جنيه من الديون وبيدفع 6500 جنيه قسط وفوائد. سؤال كبير جدا دكتور زكريا مطر، هو بالتاكيد برسم الاجابه لدى حكومه عبد الفتاح السيسي، اشكرك شكرا جزيلا الخبير والاقتصادي الاستشاري الاقتصادي المصري دكتور زكريا مطر، كنت معنا عبر سكايب من العاصمه القطريه الدوحه.